الله الله على الأزهر. حين على مصر مين يبعت سلام الكلمتين يا أهل الله، مستقلي نسهى الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا الله، ندعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نواقض الوضوء. ينقض الوضوء يعني يخرج الوضوء عن كونه، أو يخرج الإنسان المتوضئ عن كونه صالح لأن يفعل أشياء لا تصح إلا بالطهارة، إلى كونه إنسان محدث يعني غير صالح لأن يفعل هذه الأشياء، فلا يصح له أن يصلي ولا يسجد للتلاوة ولا يمس القرآن ولا يصلي الجنازة، وهذه الأشياء التي لا تصح إلا بالوضوء. ما الذي ينقض الوضوء؟ أول شيء عندنا كل ما خرج من السبيلين، سبيلين يعني القبل أو الدبر، ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. ده يشمل إيه؟ يشمل واحد، يشمل قضاء الحاجة يعني تبول أو تبرز، ويشمل خروج شيء حتى ولو كان غير معتاد من السبيلين، واحد عنده حصوة فنزلت وحدها سواء من القبل، واحد عنده ديدان فنزلت دودة من الخلف منه، دي تنقض ولا لا تنقض؟ تنقض الوضوء. ليه؟ لأن طالما أنها نزلة من محل النجاسة فهي محملة بالنجاسة، خلاص؟ فكل ما خرج من السبيلين سواء كان معتاد اللي هو البول والبراز او غير معتاد كالحصى والديدان، ده كله ايه؟ ينقض الوضوء. وينقض الوضوء ايضا خروج دم او قيح، واحد عنده جرح والجرح ده او عنده دمل، فالدمل ده خرج منه ايه؟ اشياء، ده يبطل الوضوء. طيب دم برضه يبطل الوضوء، بس بشرط أن يسيل الدم عن موضعه. يعني أنت في فرق بين أن هو يسيل وبين أن هو يكون ظاهر كده، واحد الجلدة بتاعت إيده أو صباعه حاجة خدتها فقطعتها مكان الدم باين، لكن مفيش دم لا سال يمين ولا شمال على رأس الجرح، ده ينقض الوضوء؟ لا ينقض. إنما اللي ينقض الوضوء إيه؟ إذا سال الدم عن موضعه، وكذلك الأمر القيح. طيب يبقى خروج الدم والقيح، وكذلك الأمر القي. القيء ينقض الوضوء. القيء هو الذي ينقض الوضوء إذا ملأ الفم. ملأ الفم ده مقدر بقد إيه؟ إنه لا يستطيع إمساكه، يعني يكون القيء كثير لدرجة إنه ما قدرش يمسكه في الفم، ده اسمه قيء كثير. ده يعمل ايه؟ ده ينقض الوضوء، سواء بقى قاء بنفسه او قاء من المرض، واحد حط صباعه في فمه حتى تقيأ، واحد قاء لانه عيان، الاثنين واحد، على خلاف الصوم كما سياتي في الصوم، في الفرق بين القيء في الصوم وبين القيء في الوضوء. القيء في الوضوء يبطل الوضوء مطلقا، سواء هو طلعه بنفسه أو سواء هو طلع عن طريق المرض. طيب في الصوم؟ لا، في الصوم إذا قاء بنفسه استقاء بطل الصوم. طب إذا قاء من المرض؟ قال لا يبطل الصوم، سيأتي في باب الصوم هذا إن شاء الله. فقال القيء إذا ملأ الفم. طب عندنا سؤال، واحد قاء حاجة بسيطة ما تملاش الفم، وشوية تاني وقاء برضو حاجة بسيطة ما تملاش الفم، وواحد تاني وقاء أيضا ما تملاش الفم، فقاء قيء متقطع كده، نعمل ايه؟ قال إذا اجتمع عندنا من القيء اللي هو استقاءه ده مقدار ما يملأ الفم
نحكم ببطلان الوضوء. طب العبرة في السبب ولا العبرة في ولا المكان هو الأصل؟ يعني إيه؟ يعني واحد قاء لأنه عيان، وقاء مرة تانية لأنه حط صباعه في فمه، وقاء مرة تالتة لأنه هو واحد ضربه على بطنه، تمام؟ فده اسمه إيه؟ هو لسه إحنا لسه قاعدين في المكان، وحط صباعه في بقه فتقايق، وراح بعد كده جاء وكان عنده برد فتقايق من أجل البرد، واحد تاني خبطه على بطنه فتقايق في مجلس واحد، كله ده في مجلس واحد، ينقض ولا لا ينقض؟ قال إذا اجتمع عندنا مقدار ما يملأ الفم من هذه التقيؤات كلها يبطل إيه؟ الوضوء. قال ودم غلب على البزاق أو سواه، يعني أنت بتعمل السواك أو اتخبطت في فمك فبتدفل فطلع مع البزاق دم، ازاي اعرف ان ده نقض الوضوء ولا ما نقضش؟ اذا كان البزاق هو الغالب على الدم يبقى ما نقضش الوضوء، اذا كان الدم هو الغالب على البزاق او الاثنين متساويين يبقى يبطل ايه؟ الوضوء. يبقى الدم الذي يخرج من الفم معتبر بايه؟ بالبزاق اللي هو مختلط بالدم، ان كان الاثنين جد بعض او الدم غالب يبقى الوضوء باطل، ان كان الدم اقل والبزاق هو الغالب يبقى الوضوء غير باطل. طيب قال والنوم، النوم ينقض الوضوء؟ اه ليه؟ لانك لما تنام وانت مسترخي تماما ممكن يخرج منك شيء وانت لا تشعر به، فالوضوء النوم ده بيسموه ايه؟ مظنة الحدث. واحنا في العبادات بنتعامل مع اليقين، العبادة ثبتت عليك بيقين ولا لا؟ ايوة، لما ادن العصر وانت بالغ عاقل قادر على اداء الصلاة فاذا عليك بيقين ان تؤدي صلاة العصر، يبقى لازم لا تسقط عنك صلاة العصر الا اذا اديتها بيقين، انما لما تأديها بوضوء انت كنت نايم نمت، لا، ده النوم ده مظنة لانه يخرج منك حدث، فلما كان النوم مظنة الحدث قالوا ان النوم ينقض الوضوء. بس النوم، ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ في واحد ينام وهو واقف خد تعسيلة كده، او هو راكع او هو ساجد، لا وضوء على من نام راكعا او ساجدا أو قائما، حديث لا وضوء على من نام راكع ولا قائم ولا ساجد، إنما الوضوء على النوم، الوضوء على من نام إيه؟ على من نام مستلقيا. لذلك يقولون هنا إيه؟ نوم إنسان غير متمكن، يعني إيه؟ يعني نايم مضطجع أو نايم متكئ كده زي الحج ده، لو نعس على هذه الحالة في ان الوضوء بتاعه باطل، متكئ او مضطجع يعني نايم على الارض خالص، او مستند يعني نايم كده ومركون، فهو عامل ايه؟ ده مستند الى شيء، اذا ازيل الشيء سقط الانسان، يعني نام لدرجة انه نعس جدا ومركون كده مثلا على الكرسي، فلو انا جيت خدت الكرسي من وراه يقع هو، يعني هو مش ماسك نفسه لدرجة ان هو لو الكرسي اتحرك من وراه يقع. فالحكاية دي اسمها ايه؟ اسمها نوم غير المتمكن، يعني نايم على حالة بحيث ان هو يسهل جدا انه يطلع ريحه وهو نايم فيبطل الوضوء، انما واحد نايم متمكن متربع يعني وقاعد على الارض ومش مستند الى حاجة ومتمكن مقعدته من الارض ونام كده نوم خفيف لا يبطل الوضوء. ليه؟ لأنه نايم على هيئة يصعب أنه هو يطلع منه شيء ما يشعرش به، مفهوم؟ قال والإغماء، طبعا لأنه في معنى النوم، والجنون في معنى النوم، والسكر في معنى النوم، لأنه كل ده إيه؟ عقله مش معاه، يعني لو هو نقض الوضوء في هذه الحالة ما يشعرش أنه هو
نقض الوضوء. فالمغمى عليه والمجنون والسكران والنائم دول كلهم وضوءهم ينتقض. وكذلك الأمر القهقهة في الصلاة، واحد قهقهة يعني ضحك بصوت عالي. احنا عندنا ثلاث حاجات يا شيخ محمود. عندنا قهقهة يعني أن تضحك فتسمع من حولك، وعندك ضحك أنك أنت تضحك بصوت يسمع نفسك، ممكن يسمع اللي جنبيك بس سمعت أنت نفسك. التبسم إن هو يضحك لكن لا بصوت، يعني يبان على وجهه إن هو بيضحك لكن ما في الصوت، خلاص. التبسم لا يبطل لا الوضوء ولا الصلاة، لكنه مكروه من مكروهات الصلاة كما سيأتي. إنما الضحك يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء. القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء وتبطل الصلاة معا، الاثنين مع بعض، خلاص. بس تبطل الصلاة ايه؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، يعني الصلاة بتاعتنا دي. إنما صلاة الجنازة لا تبطل بالضحك فيها، سجود الشكر لا يبطل بالضحك فيه، سجود التلاوة وكذا. يعني الصلاة اللي هي ذات ركوع وسجود، واحد قهقه فيها فإن وضوءه يبطل وكمان صلاته إيه؟ تفسد. وكذلك الأمر آخر ناقض من نواقض الوضوء المباشرة الفاحشة. إيه المباشرة الفاحشة دي؟ يعني واحد مثلا باشر زوجته لكن لم يحصل جماع كامل، إيلاج. واحد باشر زوجته، داعب زوجته بعضوه لكن بلا إيلاج، وبعدين قال يا ترى أنا كده عليا غسل ولا ما عليهش غسل؟ لا، إذا ما حصلش إيلاج فما فيش غسل، لكن عليك إيه؟ إن كنت متوضأ فإن عليك أن تعيد الوضوء. دي كلها اسمها نواقض الوضوء. وبكده نكون انتهينا من الوضوء، وندخل إن شاء الله بعده في الغسل. والله الموفق. الله الله على الأصغر، الله 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 أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله حين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله وسلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرق علماء.